بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم متابعي قناة جمالك من الطبيعة، مرحبا بالجميع. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أخواتي الكريمات، اليوم جبت لكم واحد الوصفة لتبييض البشرة بجوج ديال المكونات اللي هما ورق سيدنا موسى وثم العسل الطبيعي، يعني ورق سيدنا موسى اللي تنعرفوها بورقة الغار، ورق الغار. تنشدو هاد ورقة سيدنا موسى، تنطحنوها تتولي عندنا على شكل مسحوق. فاش تولي على شكل مسحوق تنخلطوها بالعسل الطبيعي، تنشدو العسل الطبيعي وتنخلطوه بالمسحوق ديال ورقات الغار، ورق الغار. تنخلطو هاد جوج ديال المكونات وتنوضعو الماسك على الوجوه ديالنا لمدة نصف ساعة، لمدة نصف ساعة يعني بالليل. تنعسو على الظهر ديالنا وتنعملو الماسك، يعني ديك الساعه فاش ديري الماسك ما تتكلمي ما تت يعني باش ما يتكمش لكش الوجه ديالك، يعني كذلك تيحارب على التجاعيد، يعني باش ما يكونش هذوك التجاعيد في الوجه ديالك. يعني هاد الوصفه هذه فهي مجربه ومضمونه 100%، يعني جابوها الناس من قبل. عاده انا حطيتها لكم في الفيديو، يعني ما تنبغيش نحط شي فيديو شي وصفة في الفيديو يعني ما مجرباش، يعني تاتي يكونوا الناس بزاف ديال الناس اللي جربوها وعطات مفعول جيد. عادة تنبغينا نحطها وتنبغينا نشاركها معكم في الفيديو. وهاد ورقة سيدنا موسى لها عدة استعمالات، يعني فهي تتخلص الكلى من الحصوات، يعني كذلك تنمزجوه مع العسل الطبيعي وتناكلوه، يعني معلقة في الصباح ومعلقة في العشية، ملعقة طعام. وكذلك يحسن من جمال البشرة ويبيض الأسنان، كذلك يبيض الأسنان. كيفاش تنديرو الأسنان؟ يعني تنشدو ورقة سيدنا موسى وتنحكوها وتنحكو الأسنان بهاد الورقة هادي، يعني فهي جد فعالة لتبييض الأسنان. يمتد البشرة ويخلصها من الجلد المترهل والتجاعيد، يعني كذلك يساعد على يعني التجاعيد ما تيبقاوش في الإنسان في البشرة ديالو. وقد نصحونا الأطباء باستبدال الصابون الطبيعي بصابونة ورق الغار، كذلك يعني تنصوبوا منه واحد الصابونة اللي هي تنغسلوا بها، فهي لها تأثير جيد وإيجابي على البشرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.